والخفان ما يلبسان على الرجلين من الجلد، وأصبح لباس معظم الناس في الوقت الحاضر الجوارب، والجوربان هما ما يلبسان على الرجل من غير الجلد، فما يلبس على الرجل من غير الجلد يسمى جورب. والخفان قد وردت بمشروعية المسح عليهما السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين. وهذه بعضه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي شيء من قال الإمام أحمد ليس في قلبي شيء في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجوربان يقاسان على الخفين في المسح عليهما، وقد وردت بذلك آثار عن الصحابة، وقال بمشروعية المسح على الجوارب الحنابلة، وخلافا لجمهور العلماء الذين قالوا أن المسح إنما يكون على الخفاف فقط. والقول الراجح هو مشروعية المسح على الجوارب، لأن هذا هو المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين كذلك، وقد رويت فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.